يعني عملنا بيك بوينت اهوت، وتعالى نتك اف 11. تعالى نتك اف 11 كده ونشوف. قال لك اطبع على الشاشة كلمة دخل رقم جديد، فهنشوف هنا هنلاقي دخل رقم، دخل رقم مثلا 2، تعالى بس نكمل الجملة بعد كده 2 ونتك على نتك انتر. قال لك دخل الباور اللي هو 3. تعال نشوف بقى هو عمل ايه. قال لك في ريزلت حاجة اسمها ريزلت، خلي بالكم معايا من الكلام المكتوب تحت. قال لك في حاجة اسمها ريزلت تساوي لحد الآن 0، ماشي، بتساوي 1. قال لك من أول الآي ما بتساوي 1، أدي في أول لفة. احنا قلنا دلوقتي 2 أس 3، في أول لفة يعني أول أي ما بتساوي 1، اعمل ايه؟ يحايد الأي أقل من 3. قال لك اضرب الريزلت في الإن، طبعا الريزلت بتساوي 1، هنضرب الواحد في الإن اللي هي بتساوي 2، تبقى الريزلت بتساوي كام؟ لاحظين معايا بتساوي 2. طيب دلوقتي الريزلت فيها 2 مخزن أهو، زود الأي بواحد في اللفة التانية واضرب الريزلت القديمة في الإن، فهيضرب لك الاتنين في الاتنين هيدينا كام؟ 4، يبقى الريزلت هتطلع كام؟ 4. تمام، زود الاي بواحد في اللفة التالتة. طيب في اللفة التالتة اضرب الريزلت القديمة اللي هي الأربعة اضربها في الإن، فهتدينا كام؟ 8. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان الريزلت دي مجرد مخزن احنا بنخزن فيه. شوف هو بدأ الاي ما بتساوي 4 دلوقتي في اللفة الرابعة، قال لك لا اللفة الرابعة مش تبعنا، فهيطبع على الشاشة كلمة ايه؟ هيطبع على الشاشة الليزر اللي هي بتساوي 8. مفهومة كده يا جماعة؟ ادي اللي احنا حتة الايه؟ الباور. طيب لو عملنا حاجة زي الباور كده، يعني ايه؟ حاجة زي الفاكتوريال. يعني ايه الفاكتوريال؟ الفاكتوريال هو عبارة عن ايه؟ عبارة اللي انت بتقول مثلا خمسة مضروب الخمسة، فاكتوريال معناها المضروب، مضروب الخمسة، فانت بتقول خمسة في أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد. دي اللي احنا خدناها قبل كده احنا في الإعدادي أو في الثانوي مش فاكر. خمسة مضروب الخمسة، خمسة في أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد، مضروب الثلاثة، ثلاثة في اتنين في واحد، مضروب الأربعة، أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد. طب لو عايزين نعمل حاجة زي كده نعملها ازاي؟ قال لك تعالى برضه نشوف. أول حاجة هنعملها البروسيدج كود اللي احنا هندخل رقم اللي هو ان، وهنعمل عملية وبعد كده نطلع الناتج على الشاشة. قال لك مضروب الخمسة، خمسة في أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد، مضروب الأربعة، أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد، مضروب الثلاثة، ثلاثة في اتنين في واحد. الكلام ده بيبقى عامل ازاي؟ انت بتقول بتدخل رقم مثلا خمسة، فبتقول بعدد الخمسة يبقى كام لفة؟ خمس لفات. هعمل ايه في كل لفة؟ هضرب العداد في نفسه واخزنه في الايه؟ في مخزن. ازاي؟ عندك مثلا انت عايز تجيب مضروب الخمسة صح؟ فانت عايز في اللفة الاولى هتعمل ايه؟ هتضرب الاي في الواحد يطلع لك واحد. طيب في اللفة التانية هتعمل ايه؟ هتضرب الاي اللي هي بقت اتنين او العداد بتاعك هتضربه في مين؟ في المخزن القديم هيديك اتنين. طيب نيجي في اللفة التالتة هتعمل ايه؟ هتضرب المخزن القديم اللي هو الاتنين هتضربه في الاي اللي هو التلاتة. تعالى الكلام برضه مش مفهوم قوي، تعالى نشوف هنعمله ببرنامج ازاي؟ هنطبق الكلام ده ازاي؟ هنعمل بروجكت جديد.
ونخلي اليوزر يدخل، خلي اليوزر يدخل الرقم اللي هو عايز يعمله فاكتور. هنقول هنا انتر زي فاكتور نمبر، ونخلي اليوزر يستقبل، نخلي الكمبيوتر يستقبل القيمة اللي هتخش. نبدأ نعمل ايه؟ هنقول فور، من اول انت اي فبتساوي الواحد، انت الاي تساوي الواحد، الاي اقل من او تساوي مين بقى العدد بتاعنا؟ المواد العدد بتاعنا الان، ماشي. وهنقول هنا اي بلس بلس، هنيجي هنا هنقول هنعمل مخزن فوق انت ريزلت يساوي واحد، ونيجي نقول ان الريزلت الجديدة بتساوي الريزلت القديمة في الاول. يبقى انا بعمل ايه؟ ما بعملش اكتر من ان بضرب العداد في بعضه، يعني بضرب الواحد في الاثنين في الثلاثة في الاربعة في الخمسة لحاية ما اقف على الرقم اللي هو هيدخله. وبعد ما اخلص اقول له كونسول دوت رايت لاين بقى على الشاشة الايه الاصدر. طبعا يا جماعة انتوا ممكن تحسوا ان الكلام صعب شوية، بس انت اول ما تنفذوه هتلاقي ان الموضوع سهل. تعال ننفذ كده ونشوف. دخل الرقم اللي هو مثلا الخمسة. طب الخمسة بتساوي ايه؟ خمسة في اربعة بكام؟ خمسة مضروب خمسة بتساوي كام؟ واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة، واحد في اتنين باتنين، اتنين في تلاتة ستة، ستة ستة في اربعة بأربعة وعشرين، أربعة وعشرين في خمسة كام؟ بمية وعشرين. تعال نشوف، قال لك واحد، يبقى في خطأ في البرنامج. إيه هو الخطأ بتاعنا؟ تعال نعمل بيج بوينت ونشوف. افتح دوس دخل الرقم بتاعنا، هنقول مثلا نخليه التلاتة دلوقتي عشان نشوف ان التلاتة سهلة شوية. قالك الريزلت بيصير كام؟ بواحد، ماشي. اول من اي ما بيساوي واحد يا حايد اي اقل من التلاتة تبدأ تعمل ايه؟ الريزلت القديمة بتساوي ريزلت جديدة في اي اللي هي بتساوي واحد. طيب